خليني بقى اروح اقول لحضراتكم حاجه جميله جدا. زي ما احنا عارفين يعني شهر رمضان مش فكره بس ان هو شهر عادي ولا هو شهر مسلمين بس، كل العالم هنا بيهني بقدوم الشهر الكريم وبيسعد بقدوم الشهر الكريم. ولان هنا بنتكلم بقى ان الرياضه تحديدا يعني لغه بتجمع ما بين او ما بتفرقش، بتجمع بين الشعوب كلها، ما بتفرقش حد ولا بتميز حد عن حد. اشهر انديه العالم كانت في مقدمه المهنيين بشهر رمضان، النادي الاهلي طبعا يعني وضع تهنئه كمان عامه على حساباته الرسميه للتهنئه بشهر البركه شهر الخير زي ما كلنا عارفين، وحرص ايضا نادي ليفربول الانجليزي على تهنئه الامه الاسلاميه والعربيه بقدوم شهر رمضان المبارك على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحديدا. نشر كده ليفربول نادي ليفربول وقال لياليك محلاها ويا محلى بهائها يا رمضان، نتمنى لكل الأمة الإسلامية والعربية شهرا مباركا مليئا باللطف والسلام والبهجة. وكمان عايز أقول لحضراتكم باريس سان جيرمان عمل فيديو تهنئة بشهر رمضان، خلينا نروح نتابع. Paris Saint-Germain extends its best wishes for the holy month of Ramadan. Ramadan مبارك. Ramadan كريم. Ramadan كريم. Ramadan مبارك to all Muslims. Ramadan مبارك. Ramadan مبارك. Ramadan Mubarak to you and your family. Ramadan Mubarak to all Muslims. Have a blessed month. Have a blessed month. طبعا لفتة لطيفة جدا من هذه الأندية الكبيرة، والحقيقة مش بس ليفربول، كمان النادي مانشستر سيتي نزل هو كمان تهنئة، ونادي برشلونة ونادي بايرن ميونخ، إلى جانب نادي اي سي ميلان اللي كتب رمضان كريم هل هلالك شهر مبارك. نادي اي سي ميلان يهنئ الأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير. كمان نادي أتلتيكو مدريد هو الآخر كتب في التهنئة الخاصة به رمضان جانا أهل رمضان، قولوا معانا أهل رمضان. طبعا النوع ده من الأمور بيترجم فكرة احترام العالم كله للشهر الكريم ده، وطبعا دايما حريصين على تهنئة الأمة العربية والإسلامية في كل مكان. وده بيأكد أن يعني اللي بنقوله دايما، فكرة أن الرياضة مش بس هي يعني جسر للتواصل ما بين الشعوب، لكنها كمان جسر للمحبة ما بين الشعوب، جسر للسلام ما بين الشعوب. وده يخلينا برضو حابين نتكلم مع حضراتكم عن النماذج المصرية الرياضية المشرفة اللي رفعت اسم مصر وصدرت صورة إيجابية جدا وراقية جدا عن الدين الإسلامي وعن المسلمين في كل مكان في الأمة العربية والإسلامية. بنتكلم مثلا عن ابن مصر الجميل محمد صلاح اللي كتب هو الآخر وبيهنئ بحلول شهر رمضان، واللي يعني في زيه طبعا أكيد نماذج كتير جدا لرياضيين مصريين شرفونا في محافل دولية ومقيمين حتى في الخارج.